مرحبا بكم متابعي قناة سؤال. نحن الآن في زمان غير هذا الزمان، ومكان بعيد عن هذا المكان، وبالتحديد في عصر نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، لنعرف ما هي قصة الممتحنة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، ولماذا أنزل الله تبارك وتعالى فيها قرآنا يتلى إلى يوم الدين، ومن هو أبوها الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه أمام الناس وهو يصلي أمام الكعبة، وكيف عاقبه الله عز وجل رب العالمين. كل هذا وأكثر ستعرضه عليكم قناة سؤال اليوم إن شاء الله، من قصة الممتحنة، المرأة التي أنزل الله عز وجل فيها قرآنا. ولكن قبل أن نعرف كل هذا مشاهدين الكرام، لا تنسوا الاشتراك في قناة سؤال والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديدنا إن شاء الله. هيا بنا لنبدأ ولنعرف قصة الممتحنة. حتى نفهم قصة الممتحنة يجب أن نبدأ مع أبيها وماذا فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله تبارك وتعالى فيه قرآنا يتلى يتوعده فيه بأشد العذاب. تبدأ القصة مع رجل من أشد أعداء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعرف باسم عقبة بن أبي معيط القرشي، وكان عقبة هذا من سادة قريش وأشرافها، وكان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، يجالسه ويحادثه ويؤانسه ويؤاكله. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به في بداية الأمر، لكنه لم ينقطع عنه ولم يؤذه كما فعل البقية من سادة قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته، فدعاه ذات مرة للإسلام فأسلم، فانتقده بإسلامه صديق له يعرف بأبي بن خلف، وقاطعه حتى كفر وآذى النبي صلى الله عليه وسلم. فعن هذا الأمر يروي ابن عباس رضي الله عنهما قائلا: كان عقبة بن أبي معيط لا يقدم من سفر إلا صنع طعاما، فدعا عليه الناس جيرانه وأهل مكة كلهم، وكان يكثر مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعجبه حديثه ويغلب عليه الشقاء. فقدم عقبة ذات يوم من سفره فصنع طعاما، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعامه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بالذي آكل طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال عقبة: اطعم يا ابن أخي. قال: ما أنا بالذي أفعل حتى تقول. فشهد بذلك عتبة، فطعم من طعامه النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك أبي بن خلف، فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه، فلم يرد عليه أبي تحيته، فقال: ما لك لا ترد علي تحيتي يا أبي؟ فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبأت؟ هل صبوت يا عقبة؟ وكان أبي بن خلف خليله وصديقه الحميم في الكفر والشرك. قال: أو قد فعلتها قريش لأفعلها أنا عقبة قبلهم؟ وقال عقبة: لا والله يا ابن خلف، لا والله ما صبوت، ولكن دخل إلي رجل فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد له، فاستحييت منه وأن يخرج من بيتي قبل أن يطعم، فشهدت له فطعم. فقال له ابن خلف: ما أنا بالذي أرضى عنك أبدا حتى تأتيه، وما يبرئ صدورنا إن أنا فعلت إلا أن تفعل ما أقوله لك. فقال: قل. قال: تأتيه في مجلسه فتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلم من الشتم. ففعل عقبة، فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح وجهه من البزاق، فوطأ على عنقه وداس عليها بقدمه وغمزها. قال صلى الله عليه وسلم: حتى كادت عيناي تندران، كادت عيناه صلى الله عليه وسلم تخرجان من محجريهما. وبعد أن مضى عقبة في كفره بعد إيمانه، أو إن شئت بعد نطقه بالشهادة، وانضم إلى طابور وصفوف المؤذين الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، واشتد أذى عقبة للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره، نعوذ بالله تعالى من الضلال بعد الهدى، ومن الكفر بعد الإيمان، ومن الخذلان بعد التوفيق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وأحينا على كتابك وسنة نبيك وعلى توحيدك وما تحب وترضى، وأمتنا على ذلك وبعثنا عليه. فكان عقبة أحد جيران سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد اعتدى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لفظيا وجسديا عندما كان يدعو إلى التوحيد، كما أنه كان يسخر باستمرار من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب الناس في مكة يدعوهم إلى الله وحده. في إحدى المرات عندما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يصلي في باحة الكعبة بيت الله الحرام، أحضر عقبة فضلات جمل مذبوح من أمعاء ودم وروث وغير ذلك، بناء على اقتراح قادة قريش الآخرين المجتمعين هناك، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ووضع ذلك كله من القذر على ظهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. لقد ضحكوا كثيرا حتى سقطوا على بعضهم البعض، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الوضعية من ثقله لا يستطيع أن يرفع رأسه من السجود لئلا يقذر المسجد الحرام، حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها وأزالت عنه ذلك القذر وذلك الوسخ، ودعت فاطمة رضي الله عنها على من صنع به ذلك، فقال: اللهم عليك الملأ من قريش، أبا جهل ابن هشام، وعتبة بن ربيعة، وعقبة بن أبي معيط، وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألقاك خارجا من مكة إلا علوت رأسك بالسيف. ومما نقل أيضا من أذاه للنبي صلى الله عليه وسلم ما رواه عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا حتى نقص الأكسجين عنه وأغمي على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر رضي الله عنه حتى دفعه عنه فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وبالفعل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء اليوم الموعود لأهل الكفر والاستكبار، أهل المعارضة والعناد والإباء. وعقبة يذكر وعيد النبي صلى الله عليه وسلم، وعيده له بالقتل، فتملكه الخوف ولم ينفعه من أغواه. فكانت غزوة بدر، فخاف عقبة وامتنع عن الخروج، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج، وقال: قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا، فقالوا: لك جمل أحمر لا يدرك، فلو كانت الهزيمة طرتا. فخرج معهم، فلما هزم المشركون وحل به جمله في جدد من الأرض فأخذ أسيرا، وأخذ هذا الخبيث أسيرا مع الأسرى السبعين. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران بمكان بين مكة والمدينة، أمر باستعراض الأسرى، فنظر إلى ذلك الخبيث نظرة عرف منها الموت، فأخرجه من بين الناس هو والنضر بن الحارث، ودفع أحدهما إلى عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، والآخر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمرهما بأن يضربا أعناقهما. فجعل عقبة يقول: يا ويلاه، على ما أقتل من بين هؤلاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعداوتك لله ولرسوله. فقال: يا محمد، منك أفضل؟ فاجعلني كرجل من قومي، إن قتلتهم قتلتني، وإن مننت عليهم مننت علي، وإن أخذت منهم الفداء كنت كأحدهم. يا محمد، من للصبية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النار. يا عاصم بن ثابت، قدمه فاضرب عنقه. فقدمه عاصم رضي الله عنه فضرب عنقه. أما النضر بن الحارث فقد سكت وتحمل الأمر، وأما الآخر عقبة فقد كان جبانا رعديدا، فقال: أنا من بين الناس يا محمد؟ قال: بلى. قال: نعم.
قال بأذيتك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وضربت عنق عقبة عليه لعنة الله. فهذان الكافران عقبة وأبي عليهما من الله ما يستحقان، هما ضمن مجموعة من الأشقياء الذين تولوا كبر معارضة وتعذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، والصد عن دين الله وسبيله سبحانه، كأبي جهل بن هشام من بني مخزوم، والوليد بن المغيرة من بني مخزوم، وكذلك أمية بن خلف الجمحي من بني جمح، وهو أخو أبي بن خلف، وقل مثل ذلك في الأخنس بن شريق، وعبد الله بن الزعبري، وأمثالهم ممن عادوا الله عز وجل وآذوا رسوله صلى الله عليه وسلم وكذبوه، وقد أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، واحدا تلو الآخر، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وأما عن صديقه الذي أغواه للشرك أبي بن خلف، فقد ضرب الله عز وجل فيهم هذه الآيات البينات التي تليت مثلا وعبرة لهؤلاء الكافرين، لأن أحدهما كان سببا في ضلال صاحبه وغوايته، وهو أبي بن خلف صديق الشر. ثم يوم القيامة يأتي هذا الضال الغوي سيعض على أصابع الندم حيث لا ينفع الندم. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآيات الكريمات نزلت في أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط، حيث كان أبي بن خلف يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذهب إليه ويستمع القرآن وإلى الموعظة والذكر، فوبخه عقبة بن أبي معيط وتهدده فأطاعه. فبين ربنا جل جلاله حال هذا المسكين يوم القيامة بأنه يعض على يديه علامة الندم والحسرة، فيقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ولا ينفع في ذلك اليوم ليت، ويا ويلتى لا ينفع، يدعو بالويل والثبور، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يقصد هذا الذي أوقعه في الشرك والكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاد به عن طريق الحق والتوحيد إلى طريق الضلال والشرك والكفر. وأما عن طريقة موت أبي بن خلف الجمحي هذا الخبيث الدعي، فإنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعظم بال، ثم طحنه بيده، ثم نفخ فيه وقال له: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذه بعدما صارت رميمة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم، يحييها ويبعثك ويدخلك النار. ثم إنه لما كان يوم أحد، وكان أبي بن خلف مشاركا مع الكفار، جاء هذا الشقي فارسا مقنعا في الحديد لا يرى منه سوى حدقتي عينيه، يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فتصدى له بعض الصحابة رضي الله عنهم فقتلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. وانتفض انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير، وأخذ صلى الله عليه وسلم حربته وأبصر فرجة من بين الحديد، فرمى بها عدو الله فأصابه في ترقوته، فتدهده عن فرسه يخور كما يخور الثور. فجاء إخوانه في الكفر فحملوه وقالوا له: والله لقد طار فؤادك، ما هو إلا شيء يسير، جرح بسيط. فقال الخبيث: لو بصق علي محمد لقتلني. وفعلا مات من تلك الضربة عليه لعنة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله عز وجل على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. والآن، من هي الممتحنة وما قصتها؟ ولماذا أنزل الله عز وجل أمرها في القرآن؟ وما علاقتها بقصة عقبة بن أبي معيط؟
الممتحنة هي صحابية جليلة كريمة مباركة تعرف باسم أم كلثوم، وهي المعروفة أيضا بالممتحنة، وهي ابنة عقبة بن أبي معيط هذا. ولكن سبحان الله العظيم، لله في خلقه شؤون، يخلق من العاصي طائعا، ومن الطائع عاصيا، ومن الكافر مؤمنا، ومن المؤمن كافرا. سبحان الله. اللهم ثبتنا على الإيمان، واجعل ذرياتنا إلى يوم القيامة على الإيمان والتوحيد والسنة. وعلى الرغم من ضلال عقبة بن أبي معيط هذا الكافر، إلا إن الله عز وجل جعل من صلبه من يوحد الله ويؤمن بالإسلام وبنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. فكانت ابنته الوحيدة أم كلثوم مؤمنة موحدة مصدقة برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل كانت طالبة علم وصاحبة عقل وأدب وجمال، رضي الله عنها وأرضاها. ودخل الإيمان في قلب أم كلثوم، ولكنها كتمت إيمانها عن أبيها الكافر عقبة بن أبي معيط، لأنها تعلم أنه مجرم وقد يقتلها. وقد أسلمت رضي الله عنها قبل الهجرة، وعندما أتى موعد الهجرة ليهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكانت أم كلثوم رضي الله عنها تريد أن تهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت تخاف من بطش أبيها وأخواتها، لكنها صبرت برحمة الله وفضله. وأتت غزوة بدر، وقتل أبوها الكافر عقبة بن أبي معيط على كفره وشركه، وبقيت أم كلثوم رضي الله عنها في بيت أبيها وعمرها 17 سنة، وكانت جميلة أديبة. وتقدم لخطبتها أشراف شبان مكة وأغنى أغنياء مكة، وكانت ترفض بحجة حزنها على أبيها، وهي مسلمة موحدة مؤمنة تكتم إيمانها بالله، تخاف أعداء الله الكفار، وتعبد الله عز وجل وحده بين مئات الكفار والمشركين، رضي الله عنها. لقد صبرت أم كلثوم، وحلمها أن تهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان هذا كل ما يخطر ببالها ويهمها، أن تهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم وتعبد الله عز وجل في أرض الإسلام والتوحيد في أرض المدينة المنورة. لكن يحدث ما يغير موازين أم كلثوم رضي الله عنها، ويأتي صلح الحديبية، ويكون من شروط صلح الحديبية الشروط الجائرة أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم كل من يأتيه من مكة مسلما. وتسمع أم كلثوم رضي الله عنها بشروط صلح الحديبية وتبكي بكاء مريرا، لأنها فقدت الأمل تقريبا هكذا بهذا الشرط بالهجرة للمدينة. وأخفت أم كلثوم رضي الله عنها إيمانها في قلبها، فهي تعلم ما تلقاه من عذاب من أبيها وأخواتها، فسيقتلونها إن هي آمنت أو أعلنت إيمانها. فهي تسمع صرخات المتألمين وآهات المعذبين تحت سياط وضربات الكفار المعذبين، فما اهتز إيمانها رضي الله عنها. فكلما جاء الليل بظلامه تتفكر في الله عز وجل، ويزداد الإيمان في قلبها، والشوق لرؤية عينيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم تظهر الإسلام بعد، لأنها تعلم كره إخوتها الشديد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين عامة بعد مقتل أبيهم خاصة، وهي تزداد شوقا لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها: سأهاجر من مكة إلى المدينة ليلا، وسأذهب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسأعلن إسلامي. فهي لا تخاف من وحشة الطريق، ولا تخاف من ظلمته في سبيل ما تؤمن به، وتعلم أن الله عز وجل ناصرها، وأن الله يعلم بحالها وسيعينها. إنما هي صادقة في عزمها رضي الله عنها لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإشهار إيمانها وإسلامها أمام كل الناس، والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنها كانت تخشى أن يردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلها فتعذب وتقتل، لأنها هاجرت في وقت صلح الحديبية بشروطه الجائرة. وكان من شروط الصلح الظالمة الجائرة أن يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيه مهاجرا من مكة حتى ولو كان مسلما. وكانت أم كلثوم رضي الله عنها تعرف هذا، إلا إنها قالت: إني توكلت على الله، فلن يتركني إله محمد صلى الله عليه وسلم،
وسيرعاني فأنا على الحق. وتعزم أم كلثوم رضي الله عنها التقية النقية الصفية الموحدة رضي الله عنها، تعزم الهجرة إلى المدينة، وتسافر في الليل الدامس المظلم والطرقات الوعرة بين مكة والمدينة، وهي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يرجعها إلى مكة وقد تقتل إذا رجعت. وكانت أم كلثوم رضي الله عنها تعرف بهذا الشرط، إلا إنها توكلت على الله تعالى وأصرت على الرحيل، فإن الله لا شك مخرج لها مخرجا من هذا الضيق. هاجرت وهي تدرك ما تقوم به، لأنها كانت قارئة كاتبة لبيبة أديبة رضي الله عنها، علما أن ما فعلته كان قليلا ما يقدر عليه الرجال في ذلك الزمان. كانت ذات عقل راجح، تركت الدنيا وزينتها وراء ظهرها، وأقبلت على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ثابتة متمسكة بإيمانها وإسلامها. وروت أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها قصة هجرتها، وقالت: كنت أخرج إلى بادية لنا فيها أهلي، فأقيم فيها الثلاث والأربع ثم أرجع إليهم، فلا ينكرون ذهابي هناك حتى أجمعت المسير. فخرجت يوما من مكة كأني أريد البادية، فلما رجع من تبعني وفي الطريق صادفت قافلة تخص رجلا من قبيلة خزاعة، فقال لي: أين تريدين؟ قلت: ما مسألتك ومن أنت؟ قال: رجل من خزاعة. فلما ذكر خزاعة اطمأننت إليه لدخول خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده. قالت: فقلت: إني امرأة من قريش، وإني أريد اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا علم لي بالطريق. قال: أنا صاحبك حتى أوردك المدينة. ثم جاءني ببعير فركبته حتى قدمنا المدينة، وكان خير صاحب فجزاه الله خيرا. لكن وفي مكة، وبعد أن تأخرت أم كلثوم رضي الله عنها عن الموعد المعتاد لعودتها، شعر أهلها بغيابها فخرجوا يبحثون عنها. ولما عاد من كان معها في البادية قال إخوتها: أين أختنا فقد خرجت معكم؟ فقالت امرأة: إن أختكم قد أسلمت وذهبت المدينة إلى محمد. فقال إخوتها: لا ضير، بيننا وبين محمد عهد وصلح، وليس أحد من الناس بأوفى من محمد، فنذهب إليه ونسأله أن يفي بعهدنا وأن يرد إلينا أختنا. فخرج أخواها عمارة والوليد إلى المدينة ليستعيد أختهما، بينما كانت أم كلثوم رضي الله عنها في بيت النبوة، دخلت على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، عرفتها بنفسها وقالت لها إنها تخشى أن يردها الرسول صلى الله عليه وسلم لأهلها التزاما بشرط الصلح. وقالت: هاجرت إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم كلثوم: نعم، وأنا أخاف أن يردني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين، فأنا أعلم بالعهد الذي بينهم، وحال الرجال يا أم سلمة ليس كحال النساء، والقوم مصبحي، فسيجيء أهلي إليكم في الصباح يبحثون عني، قد آلت غيبتي عنهم منذ فارقتهم. فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها أخبرته بذلك فرحب بها، فقالت له: يا رسول الله، إني فررت إليك بديني، فامنعني ولا تردني إليهم، يفتنوني في ديني ولا صبر لي، وحال النساء في الضعف ما قد علمت، فامنعني ولا تردني إليهم، يفتنونني ويعذبوني فلا صبر لي على العذاب. فسمع الله عز وجل السميع القريب البصير المجيب، سمع قولها من فوق سبع سماوات جل جلاله، فأنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ففي اليوم التالي لوصولها وصل شقيقاها إلى المدينة وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم استردادها، إلا إن الله عز وجل نزل فيها آيات تتلى، أنزل في كتابه ما ينجيها، حيث تنزلت الآية العاشرة من سورة الممتحنة، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن،
وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. وقد روى ابن جرير رحمه الله عن أبي نصر الأسدي قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما كيف كان امتحان رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء؟ قال: كان يمتحنهن: بالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله. فكان يقول لهن محلفا: الله ما أخرجكن إلا حب الله ورسوله والإسلام، ما خرجتن لزوج ولا مال. فإذا قلن ذلك لم يرجعهن إلى قومهن. وعندما قالت أم كلثوم رضي الله عنها هذا، التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوليد وعمارة قائلا: قد أبطل الله العهد في النساء بما قد علمتماه، فانصرفا. وذكر ابن إسحاق رحمه الله أن أخويها رحلا بعد رفض النبي صلى الله عليه وسلم ردها إليهما، وكان هذا الامتحان لأم كلثوم رضي الله عنها، فكانت الممتحنة الأولى، فقد خرجت حبا بالله ورسوله وطلبا للإسلام لوجه الله والدار الآخرة، لا حبا لزوج ولا لمال. وبهذا كانت هجرة أم كلثوم رضي الله عنها خيرا وبركة على المهاجرات اللواتي أتين من بعدها، فقد كانت باب خير وبركة، حيث صارت أي امرأة تؤمن بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تخشى أن يعيدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار بسبب معاهدة صلح الحديبية. وقد جاءت بالفعل بعد أم كلثوم بنت عقبة نساء كثيرات أسلمن وتركن مكة وهاجرن إلى المدينة فرارا بدينهن من أذى الكفار. وواصلت أم كلثوم رضي الله عنها حياتها في المدينة المنورة، وهي ما تزال فتاة صغيرة السن لم تتزوج بعد، وقد أعجب بصدق إيمانها وشجاعتها كثيرون من الصحابة وحق لهم ذلك. فتقدم لخطبتها الزبير بن العوام وزيد بن حارثة وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن العاص، فاستشارت أخاها لأمها عثمان بن عفان، فأشار عليها أن تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فتستشيره، فأتته فأشار عليها بزيد بن حارثة، فتزوجته وعاش في سعادة وخير، وولدت له ابنا وابنه، لكنهما ماتا صغيرين. ثم إن زوجها زيدا رضي الله عنه قتل يوم غزوة مؤتة، فتزوجها الزبير بن العوام فولدت له زينب، ثم طلقها فتزوجها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم فولدت له أولادا ومات عنها، فتزوجها عمرو بن العاص، لكنها لم تلبث أن ماتت بعد زواجها منه بشهر، وكان ذلك في عهد علي رضي الله عنه. وانشغال أم كلثوم رضي الله عنها بالزواج والأولاد لم يمنعها من الحرص على حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث التي حفظتها لنا أم كلثوم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. ونما خيرا أي بلغ كلاما طيبا بين متخاصمين بغرض الإصلاح بينهما. فرضي الله عن أم كلثوم وأرضاها، وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم لا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم، واغفر اللهم لنا ولهم، واجمعنا بهم في صحبة النبي المصطفى محمد في أعلى جنان الفردوس، برحمتك يا أرحم الراحمين، بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم آمين. والآن شاهد.